السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم، مرحبا بالمتابعين والمتابعات الجداد في القناة ديالي. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فغادي نهضروا فيه على واحد المادة اللي هي مهمة بزاف بالنسبة للبشرة، اللي هي حمض لينوليك. هذا لاسيد لينوليك او حمض لينوليك هو واحد الحمض اللي عنده واحد الفوائد عديدة سواء على البشرة وحتى على بالنسبة للشعر. فبالنسبة للبشرة فهو كيساعد في التخلص من علامات تقدم في السن بحال تجاعيد، فيه واحد نسبة كبيرة ديال الدهون الغير المشبعة اللي مفيدة بزاف بالنسبة للبشرة، وهو من أفضل الأحماض اللي كتعاون في تقوية أغشية الخلايا ديال الجلد، واللي كتقاوم بشكل كبير النمو ديال الحبوب ديال حب الشباب البثور، وكتحيد حتى الآثار ديال الحبوب، وكتعالج بالخصوص مشكل ديال حب الشباب. لهذا أي برودوي كيليق للبشرة كيعالج مشاكل حب الشباب كتلقاو فيه مادة حمض لينوليك، لان هذه الماده هذه كتساعد بشكل كبير في علاج مشكله حب الشباب والتخلص من هذه الحبوب هذه عند المراهقين وعند الشباب سواء النساء او الرجال. لهذا اي شخص عنده مشكله ديال حب الشباب فلي برودوي اللي بقى يختارهم تكون فيهم واحد النسبه كبيره ديال حمض اللينوليك، لانه مزيان ومزيان لهم. ايضا زيت الجوجوبا، الناس اللي عندهم حب الشباب راه مزيان لكم زيت الجوجوبا بشكل اللي هو كبير ايضا. وهذه الماده هذه ديال حمض اللينوليك راه متواجده في الزيوت اللي كتشوفوا دابا قدامكم، متواجد في زيت الارغان بنسبه كبيره، متواجد بواحد النسبه لا باس بها في زيت السمسم اللي هي زيت الزنجلان، متواجد في زيت القنب اللي سبق لي تكلمت عليها في القناه وعلى الاستعمالات ديالها والفوائد ديالها، اللي هي زيت الحشيش متواجد فيه ايضا بنسبه كبيره في زيت الحشيش، ومتواجد في زيت القرقاع ايضا، ومتواجد ايضا في بنسبه كبيره في زيت بذور الكتان او زريعه الكتان كما كنقولوا لها باللهجه المغربيه. وايضا هو كيتعتبر من بين الاحماض اللي مفتحه للبشره، كتساعد في تفتيح البشره، يعني البشره ديالك اللون البشره ديالك كيبدا كيفتح، الا عندك شي طبايع في الوجه ديالك اولا شي حاجه كيبداو كيتحيدوا وكيفتح اللون ديالهم. فهاد الحمض هذا هو حمض اللي هو رائع بزاف. اما بالنسبه للشعر فهو ايضا رائع بالنسبه للشعر، لانه واحد الحمض اللي كيساعد الشعر في انه يحافظ على داك الترطيب الداخلي ديالو، يعني كيرطب الشعر وكيحارب التقصف ديال الشعر، ومزيان بزاف بالنسبه للنساء والرجال اللي عندهم شعر جاف ومتقصف. بالنسبه لي بغيتو تاخذوه هكا حمض، تاخذوه كوم كابسول، فهو كيتباع في لي بارا فارماسي، تقدروا تلقاوه في لي بارا فارماسي، كيتباع على شكل حبوب وتشربوه، وكيعطي المفعول سواء على البشره وعلى الشعر دقه واحده واخا كتشربيه، لان اي حاجه كتاكليها اولا كتشربيها فراه كتاثر على الشعر وكتاثر على الجسم كامل وعلى البشره ايضا. وتقدروا تاخذوا زيوت بحال زيت العنب، زيت بذور العنب عفوا، اولا بحال زيت بذور الكتان، اولا بحال زيت الارغان، اولا زيت القرقع، فكلهم فيهم هذا الحمض هذا بالنسبه لي هي كبيره. وايضا زيت القنب او زيت الحشيش فيهم ايضا هذا الحمض هذا. زيت السمسم فيه هذا الحمض ولكن النسبه اللي هي متوسطه، ماشي بحال الارغان وماشي بحال بذور الكتان او زيت بذور العنب. بالنسبه لهذ الزيوت هذه فغادي نحاول انا نتكلم على كل زيت بوحدو باش نهضر عليه بالتفصيل. بالنسبه لزيت الحشيش فديجا تكلمت عليه في واحد لا فيديو في القناه، باقي غادي نتكلم على هاد الزيوت الاخرى اللي كتشوفوا قدامكم دابا، وبعض الزيوت الاخرى اللي ما عمري تكلمت عليها ان شاء الله ومطلوبه في القناه، فغادي نتكلم عليها في شي فيديو. كنتمنى نكون جاوبت على التساؤلات ديال بعض المتابعين حول حمض لينوليك، وكنتمنى نكون وصلت لكم الفكره مزيان. الى عجبكم الفيديو ضغطوا على زر اللايك، وبسلام عليكم الفيديو اخر ان شاء الله.